استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات كلية الحقوق وأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة. يأتي ذلك للتعرف على كيانات أكاديمية الشرطة المختلفة وقدراتها العلمية والتدريبية. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أساتذة وطلبة وطالبات كليات الحقوق بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة للتعرف على قدرات وإمكانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والبحثية والتي اطلعوا عليها من خلال فيلم تسجيلي عرض عليهم بإحدى قاعات المحاضرات بالأكاديمية. عمل زيارة ميدانية لأبنائنا وبناتنا من طلاب الكلية بصحبة مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوقوف على ما يجري داخل الأكاديمية والتعرف على أقسام الأكاديمية المختلفة. إحنا موجودين هنا في تعزيز التعاون والشراكة ما بين المؤسسات التعليمية وأكاديمية الشرطة عشان نشوف الإعداد المتميز لخريج أكاديمية الشرطة من ضباط خريجين. عرفنا إنه في نسبة كبيرة جدا من كلية الحقوق بقت دلوقتي بالأكاديمية وده عامل صدى كبير جدا عند الطلبة وكلهم بيتطوقوا إنهم يكونوا جزء من الفرصة دي. شاهد الوفد عروضا متنوعة لمهارات طلبة كلية الشرطة في مجالات الدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والإنزال بالحبال من أعلى الأبراج وعروضا لكتائب الخيالة. أداء البنات كان مميز جدا والولاد كمان، وعروض الحبل تسلقهم على الحبال ونزولهم من عليه كان جميل قوي ما شاء الله عليهم، وده يدل ان هم اتدربوا بطريقه كويسه قوي. مبسوط جدا بالتدريبات الميدانيه والتدريبات القتاليه اللي بتقدمها الكليه، كان حلم من احلامي ان انا اكون متواجد داخل اكاديميه الشرطه. وشاهد الوفد عروضا متنوعه للاداره العامه لتدريب كلاب الامن والحراسه. حاجات كتير، تدريبات كتير شفتها قدام عيني، فده خلى حافز جوايا اني ابقى موجوده في المكان ده في يوم من الايام. واللي انا اسعى بدات اللي انا اتفاعل مع الطلبه واللي انا اسالهم اتدربتوا ازاي او رحتوا ازاي او قدمتوا ازاي. خلال زيارتي لاكاديميه الشرطه وكلامي مع بعض الطالبات هناك اكتشفت ان انا بوسعي بعد ما اخلص دراستي في كليه القانون ان انا اقدم على اكاديميه الشرطه، وانا شايفه ان دي فرصه جميله وعظيمه جدا ان انا ابقى جزء من هذا الصرح العظيم. شفت اعداد قوي للطلبه في كليه الشرطه من خلال المواد النظريه والمواد الدراسيه والتدريب القوي لكليه الشرطه زي الرمايه والفروسيه، واللي اتبسطت بيها جدا. اكتشفنا من خلال تدريب الطلاب البدني، التدريب البدني والتدريب العلمي، طلاب مجهزين على اعلى مستوى. شفنا كذا عرض تدريبي ليهم، وفي الحقيقه هم بجد بيقدموا مجهود جبار على العرض الرائع اللي احنا شفناه ده. ونفخر بان احنا طلاب الحقوق بيتم اتاحه فرصه ليهم ان هم يبقوا موجودين في اكاديميه الشرطه المصريه. قام الوفد بجوله بين جنبات الاكاديميه للتعرف على المنشات والميادين التدريبيه المتنوعه والمنشات التعليميه. شملت الجوله عددا من كيانات الاكاديميه التي تطلع بدور رئيسي في عقد دورات تدريبيه للكوادر الامنيه المحليه والدوليه، وفي مقدمتها مركز بحوث الشرطة الذي يطلع بدور رئيسي في تدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول، والمركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام الذي يقوم بتدريب الكوادر الأمنية المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية، والذي جاء إنشاؤه إسهاما من وزارة الداخلية في دعم المكون الشرطي في بعثات حفظ السلام. فخورة جدا باللي أنا شفته النهاردة ومبسوطة بوجودي هنا، فخورة بكل الطلبات اللي موجودين هنا، وإن شاء الله أنا النهاردة جاية زيارة، إن شاء الله السنة الجاية أبقى جاية أقدم في الكلية. حابب طبعا أوجه الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حسن الاستقبال والضيافة الجميل، وحقيقي هم كانوا حريصين من اللحظة الأولى لوصولنا الأكاديمية إنهم يعرفونا على كافة قطاعات الأكاديمية. زيارات تتواصل لأكاديمية الشرطة من مختلف فئات المجتمع للتعرف على هذا الصرح الأمني المتفرد في العلوم الأمنية والشرطية وما يتمتع به من إمكانات تدريبية تسهم في إعداد رجال الشرطة وفق أفضل المعايير التعليمية والتدريبية الدولية.